السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تحدثت في الفيديو السابق عن البراغماتكس لكن باللغة الإنجليزية. مرحبا بكم في على قناتي على اليوتيوب English Linguistics with رضوان ناجي. في هذا الفيديو نريد أن نتحدث عن البراغماتكس للطلبة الجامعة، خاصة يعني شرحت أنا باللغة الإنجليزية، الآن بنشرحها باللغة العربية. طبعاً كما عارفين طبعاً أن علم اللغة اللي هو أو علم اللسانيات اللي هو linguistics هو علم طبعاً أي شيء له علاقة باللغة اللي هو يعني linguistics، أي شيء يعني teaching, learning, translation, interpreting، الترجمة، التعليم، التدريس، اكتساب اللغة، وذلك كلها تندرج تحت إيش؟ linguistics. طبعاً لكن لما يكون pure linguistics يعني علم اللغة صافي بدون أي تدخل علوم أخرى عليه، لأن طبعاً بتدرس الأصوات اللي هي الفونولوجي، تدرس تركيب الكلمة اللي هي المورفولوجي اللي هو علم الصرف، بعدين تدرس وتحلل الجملة والعبارات اللي هي سينتاكس اللي هو النحو، بعدين عندنا السيمانتكس علم الدلالة اللي هو معنى الكلمة، بعدين البراغماتكس علم النص أو معنى النص، سوري معنى النص أو contextual meaning يقول. يعني تعريفها بشكل بسيط جدا contextual meaning هو معنى النص، هي شنو تعريف البراغماتكس. البراغماتكس عندك لو لما تبحث على الانترنت اللي هو الجوجل تبحث عليها في اي مكان تجد تعريفات واجد وتجد عليها كتب واجد، هو معنى النص الظاهي وكيف مثلا الكلمة الطب في نص يتغير معناها الاصلي او على حسب النص، هذه هي تراس البراغماتكس. ستجد تعريفات كثيرة لهذا العلم. بس منين جاءت كلمة pragmatics؟ actually في صفة في اللغة الإنجليزية اللي هي pragmatic. pragmatic معناها لما يكون شخص pragmatic هو نحن نقوله في اللغة العربية البراغماتي. pragmatic actually هو اللي يغير في وضعه، يغير في نفسه على حسب الحال اللي قدامه. مثلا يكون سعيد في المناسبات السعيدة، حزين في المناسبات الحزينة، يكون طبعا يغضب إلا في الضغط وغير ذلك، يعني يغير في حالة على حسب الوضع اللي قدامه، هذا البراغماتيك. عكس الدوغماتيك، الدوغماتيك مثلا في إنسان غاضب ديما غاضب، هذا غضب في الهابي سيتويشن اللي هو في الفرح، في الساد سيتويشن غاضب، في البارتيز حتى في الحفلات تلقاه غاضب، هذا الدوغماتيك يعني دائما ثابت في نفس الحال، هذا الدوغماتيك. لكن براغماتيك يتغير، هذه جاية كلمة براغماتيك. وهنا البراغماتيكس actually in a nutshell يعني بشكل مختصر جدا تدرس حاجتين هنا، why هنا choices، why you choose these choices، why بتجاوب علي السؤال لماذا اخترت هذا الشيء بدلا من ذاك، لماذا اخترت كذا بدلا من تلك، هذه براغماتكس. والثاني شيء تدرس تأثيرات هذه الخيارات، تأثيرات هذه الخيارات. مثلا فور الاكزامبل اعطيتها للطلبة، مثلا علي هذا طبعا اما تقول له مثلا فور اكزامبل اما تقول له عليوة، المدير متاعه يقول له استاذ علي، صاحبه يقول له صاحبه في العمل يقول له يا علي، وصاحب دائما معه يقول له عوعو مثلا او عيعي عوعو مثلا، صاحبه صديقه جدا. شوف انت هو نفس الشخص لكن شوف استاذ علي عليوة علي وعوعو، هذين هن التشويسز، هذين هن الخيارات. يعني why they say this، why she said عليوة لانها his mother، why he said استاذ علي لانه his boss لانه مديره، why he said علي لانه his colleague، why he said عوعو because of لانه ايش he's a close friend. بعدين بتدرس الافكتس تاثيرات هذه الخيارات، لما قالت عليوة بتجي تشوف تاثيرها على علي، it's a noble effect on Ali because it is his mother. لكن لو تخلط هذه الخيارات تخلطها هتشوف تأثيراته يتغيرها.
مثلا لو مدير قال حوحو هني عوعو للعلي مدير، فنجو هنا نختاره. Why he said عوعو؟ لأنه he's boss. There is a reason معناها. نجو شوفو. إذا كان زعل علي هنا معناها ما فيش connection أو bond between his boss، ما فيش علاقة بينه وبين his boss. فسوف أنا الخيار اللي قاله المدير كان غير صعب لأنه تأثيره سلبي. ولا إذا كان normal أو إذا كان عادي على علي معناها فيه بيكنيكس بيناتهم، فيها بارتيز هم مشولن مع هايز باس، فصار في بوندينج بتوين ذم، صار في يعني علاقة بينتهم، فعادي يقول له ونفس ما يقول له هيز كلوز فريند. هذه هي البراغماتكس. هذا عبارة عن مثال بسيط جدا. يعني عندك مثلا في القرآن الكريم في سورة القصص لما قالت أرميه في اليم، وفي سورة طه قالت أقذفيه في اليم، أقذفيه وأرميه. هل البراغماتكس تجي هنا توا تدرس في النص؟ أوكي هنا في السيمانتكس هذه معناها ألقاء وهذيك معناها ألقاء، بس في البراغماتكس اللي هو معنى النص بتشوف النص بالكامل، تأخذ الآيات اللي قبلها واللي بعدها وتشوف تأثير ألقيه هنا شنو. أنا طبعا تبي تطمن قلب الأم على سيدنا موسى، وأنا كي أقذفيه في التابوت أقذفيه في اليم، أنا في قذف وفي ريبش شنو قذف في اليم. أنا لما نجو ندرس النص بالكامل هنا قاعد خيار القذف أنا رائع، حتى لها رسم بياني جميل. لا pragmatic selection is perfect، واللي غادي as well اللي هو ألقيه. فهذه هي البراغماتيك، تدرس هذه الخيارات. شكرا للاستماع.